لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه هناك تعاطي إعلامي سلبي مع قضايا الهجرة بصفة عامة والمهاجرين يعني في تونس منذ أشهر طويلة، منذ على الأقل سنتين أو ثلاثة كان هناك خطاب فيها عنصرية، فيه دعوة إلى الكراهية والتحريض ضد المهاجرين، خاصة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وكان هذا الخطاب ما موجود في وسائل الإعلام. وفي الحقيقة ذكرتنا بعديد وسائل الإعلام اليمينية الموجودة في أوروبا اللي هي زاد خطابها كان معادي للمهاجرين الأفارقة والمغاربة والتوانسة والجزائريين وغيره، هو نفس الصورة تقريبا تعودت في تونس. اختير برشا أنه تصبح عنا وسائل إعلام، الحمد لله نقوله مهش الكل، ولكن اختير برشا أنه تكون عنا وسائل إعلام تتبنى خطاب عنصري، تكون هي منبر للتحريض على المهاجرين والمهاجرات والتحريض على حقوقهم، خاصة أنه هذايا رينا كيفاش أدى مباشرة إلى صدامات في الشارع، إلى أعمال عنف. دور وسائل الإعلام ديما نقولها أولا هي التعاطي بحرفية وبموضوعية ومهنية مع الخبر أولا، وثانيا دورها أيضا أن يكون لديها الخطاب العقلاني الذي يطرح المشاكل كما هي، يطرح حلولها، الموقف الذي يدافع أيضا عن تونس ويدافع عن مصالح تونس، موقف يدافع على حقوق التوانسة وعلى كرامة التوانسة وعلى حقوق المهاجرين أيضا وعلى كرامة المهاجرين، لأنه مثل ما لدينا مهاجرون ومهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء موجودين في تونس بطريقه غير قانونيه ولا تحب تسميها بطريقه غير نظاميه، هناك مهاجرين ومهاجرات تونسه موجودين في اوروبا في اسبانيا في ايطاليا في فرنسا ايضا، ونحن نخشى عليهم وندعو انه يتم احترام يعني وجودهم واحترام حقهم في العمل، حقهم في التنقل، حقهم في السكن وحقهم في الغذاء. يجب ان تكون هناك يعني ممارسه اعلاميه افضل فيها خطاب عقلاني، فيها خطاب يحارب اولا العنصريه ويدعو الى احترام حقوق الناس اينما كانت. We'll be right back.